ينضم إلينا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد. أهلا بكم أستاذ شيرزاد. تنفي أو تؤكد الاتفاق بين البارتي واليكتي على التجديد للسيد برهم صالح أخيرا مقابل حصول الديمقراطي على المناصب الوزارية؟ مساء الخير، مرحبا بكم جميع مشاهدي قناة التلفزيون المحترمة. لا يزال يعني لم يذكر شيئا رسميا من قبل كلا الطرفين حول الاتفاق او عدم الاتفاق، والان يدور حوارات يعني مكثفة بين الطرفين، ونامل ان يكون الحوارات مستنتجه وان يكون لها استنتاجا جيدا، وبحيث يصل الحزبين على اتفاق اما بدخول مرشح واحد او بتنازل احد الاطراف على مرشحي، كون هذا القضيه طالت مده طويله وتعقدت الامور. هذا من طرف، ومن شان الاطراف الاخرى نامل ان يكون حواراتهم جديه بين الفرقاء السياسيين لكي نعطي حلا ايجابيا ونصل الى نتيجه جيده ان شاء الله، ولكن لحد هذه اللحظه لا يوجد اي اتفاق. اذا اين وصلت الحوارات؟ وهل من تفاصيل بخصوص الاجتماع الاخير الذي حصل بين يعني رئاستي الحزبين او ممثلي عفوا الحزبين السيد فؤاد حسين والسيد بافل الطالباني؟ اليوم جرى تلك الاجتماع ولم يذكر شيئا رسميا كما تفضل من الناطق الرسمي عندما لا يتم إصدار أي بيان رسمي بخصوص مثل هكذا اجتماعات، ما الذي يعنيه ذلك؟ الاجتماعات جرت ويليها اجتماعات أخرى أيضا، يعني هذا ما اتفقوا عليه، يليها اجتماعات ربما اجتماع مكتب سياسي للحزب الاتحاد الوطني على حكم ديمقراطي على من طرف آخر، وسوف يكون اجتماعات أخرى إن شاء الله ونصل إلى نتائج جيدة. نعم، يعني عندما نقول الاجتماعات مستمرة، خاصة أن يعني اجتماع اليوم أيضا من المفترض أن يكون هناك اجتماع مرتقب آخر بين مكتبي الحزبين، يعني لم يتم تحديد موعده حتى هذه الساعة، يعني نتساءل مثل هكذا اجتماعات ما جدول أعمالها؟ يعني نقطة الخلاف متعلقة بشخصية رئيس الجمهورية أم هناك نقاط أخرى خلافية بين الحزبين؟ الجميع كانوا على اطلاع أن فيما مضى من الوقت وقت طويل لم يجري أي اجتماعات، يعني هذه الاجتماع اليوم والاتفاق على استمرار الاجتماعات هذه يعني نقطة إيجابية جيدة، سوف يكون تحول ربما في الساعات القليلة القادمة أو في الأيام القليلة القادمة. حالها حال جميع المباحثات التي في بغداد بين الكتل السياسية، لكون العملية السياسية من البداية منشطرة على أطراف وإلى اتجاهات مختلفة، ولا يزال الخلافات والاختلافات موجودة والتباين موجود، ولم يصلوا إلى أي اتفاق بشأن جملة من القضايا من ضمنها قضية الرئاسة. نعم، طيب يعني أستاذ شيرزاد، يعني بالنسبة لمرشح اليكتي السيد برهم صالح، ما يزال الاتحاد يصر على السيد برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية؟ هذه كانت قرار من قبل القيادة المركزية للحزب والمكتب السياسي والهيئة العاملة للمكتب السياسي، نعم لا يزال ملتزمون بترشيح سيد برهم صالح، ولم نسمع حديثا من أي طرف أن يكون لهم شرط بتغييره أو تبديل هذا الاسم، أو كما يعولون عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني يزاحم الاتحاد حول هذا المنصب، وليس من غير الأطراف الكردية تخطية. من سيدعمها التصويت للسيد برهم صالح في حال ذهابه كمرشح وحيد لليكتي في البرلمان؟ نأمل من جميع الأطراف السياسية الكردية في أقليم كردستان والمتواجدة ولديهم مقاعد في بغداد أن يكونوا على دراية تامة هذه استحقاقا رسميا للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث كان يشغلها منذ زمن طويل يعني بنجاح أيضا. نأمل من الجميع، والحوارات مستمرة مع الجميع، ويوجد يعني استجابات جيدة من قبل
نعم. أكثرية الأحزاب السياسية الموجودة. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ شيرزاد صمد، ممتنون لانضمامكم إلينا.